مراقب عسكري دي اتكررت كتير جدا اثناء الاطلاع على ملف افريقيا الوسطى والوجود الاممي فيه. وهي لاي حد بيتطرق للملف الاممي بيشوف اللفظه دي ضمن الفاظ ومصطلحات لمهام او مهن ووظائف كتيره ما يعرفش عنها كتير. يعني ايه مراقب عسكري؟ المراقب العسكري هو مسؤول عسكري منزوع السلاح، ما بشيلش سلاح، بقدم الدعم الميداني بخلاف ضابط هيئه القياده، يعني كل شغلي ميداني، منزل على الارض بقوم بدوريات، خلال الدوريات دي بتاكد من الاتفاقيات ما بعد الصراعات والمراقبه والاشراف على المناطق المنزوعه السلاح. بعد كل ده بنقوم بعمل التقارير اليوميه او الاسبوعيه او الشهريه ويتم ارسالها لمقر هيئه القياده هنا في بنجي في العاصمه. احنا بنبقى فريق مكون من 5 افراد من جنسيات مختلفه، بيبقى لنا قائد فريق و4 افراد، كل فرد منا ليه دور، ولكن اعضاء الفريق كلهم بيقوموا بعمل الدوريات دي. بمجرد انتهاء الدوريات احنا بنعمل تقرير وبنبعته للقسم الخاص هنا في هيئه القياده بينا كمراقبين عسكريين، ولو في اي انتهاك هم بيردوا على التقرير بتاعنا، يعني نقوم بايه ازاء هذا الانتهاك او العدوان.